بس قصص البطولة، الانتماء، وأيضا مثل ما عم نشوف أمطار الخير اللي عم تهطل علينا، كمان هاي الأرض مروية، مثل ما مروية بماء المطر مروية بدماء شهدائنا الطاهرة. طبعا نحن اليوم موجودين معكم خلال برنامجنا على مدى ساعتين من قرية مثل الاسم بتحمل الشموخ وبتحمل الإباء وبتحمل الانتماء مثل أغلب مدننا السورية لهالأرض الطيبة الطاهرة، أرض سوريا الحبيبة. قلعة جندل، مصبح عليكم، لكم صباحكم سوري. يلا